وينضم الي من برلين مراسل قناة تايوان فور نيوز عبد الرحمن عمار. مرحبا بك عبد الرحمن. اذا استمعنا الى هذا التقرير وهذه التقلبات في الاسعار، هل هذا ما كانت تحلم به اوروبا؟ هل الامر يتوقف عند هذا الحد او بانتظار الرد الروسي؟ طبعا امل الاوروبيين كان ان تنخفض الاسعار، لكن انخفاض الاسعار لا يعني بالضرورة تجاوز أزمة الغاز، لأن انخفاضها لن يشجع على ادخار الطاقة، والأكثر من ذلك سيدفع بشركات الغاز للتوجه إلى أسواق كالسوق الأسيوية لبيع الغاز بأثمنة أفضل من السوق الأوروبية. واليوم سمعنا أيضا أن الجزائر حذرت من وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا، وقالت بأنه أحادي الجانب ولا يخدم أسعار الطاقة في العالم. المخاوف مستقبلا هو اضطرابات في سوق الطاقة بشكل عام. أما عن الجانب الروسي، صحيح الروس سيتكبدون خسائر، لكن خسائرهم لن تكون أقل من الخسائر التي سيتكبدها أكثر الاقتصاد الأوروبي أو أكثر. هل نقول أن هذه النتائج والمداولات الآن بالخسائر الكبيرة للروس هي أمر مؤقت، بمعنى أنه إلى المدى البعيد ستكون أوروبا والمتضررين أصلا هم المتضررون الحقيقيون؟ هما معا محمد، الروس يبحثون أيضا عن بدائل، والتركيز على الصين والهند ودول أخرى في آسيا كبدائل للغاز الروسي، والاتحاد الأوروبي أيضا يبحث عن بدائل. اليوم كانت هناك قمة ألمانية جزائرية في إطار مساعي ألمانيا مثلا عن البحث عن البدائل، لكن كل هذه البدائل لا للجانب الروسي ولا للجانب الأوروبي لا يعني تدفق أموال أكبر للميزانيات، وسيعني في نهاية المطاف استمرار الاضطرابات في سوق الطاقة وسوق الاقتصادية بشكل عام، والتضخم وارتفاع الأسعار سيتواصل حتى في السنة القادمة لطالما الحرب متواصلة. من استمرار الاضطرابات في هذا الحقل إلى حقل آخر تستمر به كذلك الاضطرابات، وهو موضوع انتقال أو انضمام عفوا السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. تركيا نددت بالرفض السويدي لتحرير هذا الصحفي وإعادته إلى تركيا. نحن أمام مرحلة جديدة من هذا السجال عبد الرحمن كما يبدو. نعم محمد، صحيح أن السويد سلمت قبل أيام شخصا مطلوبا من الأتراك ومصنف على أنه إرهابي كما تقول السلطات هناك، وكانت تأمل في الحصول أيضا على صحفي يتهم بأنه من بين أعضاء جماعة جولن المصنفة على أنها إرهابية وتتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة. طبعا الأتراك ليسوا راضين على هذه الخطوة التي جاءت بعد قرار من المحكمة العليا السويدية، وكانوا يعتقدون أن موافقة السويد على شروط تركيا الانضمام يعني تسليم كل شخص تريده أنقرة، وهو ما لن يحصل. وبالتالي فإن هناك لقاء مرتقبا الخميس القادم لوزير خارجية السويد سيزور تركيا، إذا لم يتم حل هذا المشكل ستبقى تركيا البلد الوحيد في حلف الناتو الذي لم يعبر عن رغبته في المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، حلف شمال الأطلسي، ما يعني في نهاية المطاف رسالة ربما قد يقرأها بوتين على أنها إيجابية بالنسبة له، لأن الشرخ والانقسام هو لا يزال عنوان المرحلة. إذن الشرخ والانقسام هو العنوان والديدن بالنسبة لبوتين في هذه المرحلة بطبيعة الحال، والأزمة أزمة انضمام السويد وفنلندا التي لربما تختلقها تركيا في هذه المرحلة أو تختلق رغما عن تركيا وعن تلك الدولتين ما زالت مستمرة. أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن عمار مراسل قناة تايوان فور نيوز، حدثتني من برلين.